كشف مصدر إعلامي أن مغني الراب مسلم والممثل أمل صقر تزوج بشكل رسمي بعد الخروج المثير للجدل لطليقته، متهمة مغني الراب مسلم بأنه كان على علاقة غير شرعية بالفنانة أمل صقر لأزيد من 5 سنوات. وقال موقع أكود مع مسلم وصقر تزوج أمس الأربعاء لدى المحكمة الابتدائية بطنجة بطلب إذن الزواج، وتوجه بعد ذلك لكتابة العقد في مكتب عدول يتواجد بحي الخصوفات. يأتي ذلك من أجل وضع حد للجدل والتساؤلات حول علاقتهما، خاصة بعد الخروج الإعلامي لطليقته على أكثر من موقع، والتي اتهمت صقر بتدمير أسرتها وإنهاء زواجها من مسلم الذي دام لأكثر من 11 سنة وأثمر عن طفلين. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديرو جيم.